اليوم لنا شهداء وليس يوم الكهرباء، اليوم يوم الشهداء وليس يوم الكهرباء. يا الأطفال أيها المرابطون ارجعوا ارجعوا، واللي تطفئ الكهرباء تحركوا إلى جبهة الشهداء. ينبغي أن نستمع من السائل ولا نستمع لأي أصوات. الإخوة الكائنين الأحرار لا نستمع لأي أصوات، نلتزم بخط السير المرسوم من قبل شباب الساعة. لا داعي لأن ننجر لأي أصوات، استمر في مسيرتنا إلى جبهة الشهداء. الشهداء عند الله زكية. الله الله.